أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا زال حديثنا حول علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله جميع العلوم التي أنزلت على الأنبياء، وكذلك علمه جميع الأمور مما كان وما يكون وما هو كائن، وليس ذلك من قدرة الله سبحانه وتعالى ببعيده. ومن بعد الرسول علمها رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، ومن بعده سائر الأئمة تعلموا هذه العلوم عن طريق جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو تعلم من ذي علم. والأحاديث في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا، حتى أن أحد أهل الخبرة بالحديث ذكر أن هناك ما يقارب 4000 حديث في مختلف الأبواب حول علم الأئمة، إما بشكل كلي أو بشكل مصداقي وجزئي. وهنا قد ذكرنا أن الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عقد بابا بعنوان أن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفون مختلف اللغات. من الأحاديث حديث أن جامع من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هؤلاء في المدينة المنورة اجتمعوا عند باب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليأذن لهم بالدخول عليه، لأن غالب أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام كانوا في الكوفة، وبعضهم كانوا في أمصار أخرى، والقليل منهم كان في المدينة، لأنهم كانوا يأتون للمدينة يتعلمون من الإمام ثم يرجعون إلى بلدانهم، تطبيقا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولكن كانوا يحجون عادة في كل عام، فيلتقون بالإمام وكذلك سائر الأئمة من بعده، فيتعلمون المستجدات سواء في مكة أو في المدينة. وكان الحج غطاء طبيعيا للقاء الإمام بعيدا عن أعين السلطات، وخاصة في المواقف في منى ومزدلفة وعرفات، حيث الناس كثيرون، الحجاج كثيرون، ولقاء بعضهم على بعض يكون بعيدا عن أعين السلطات. وقد ذكر من فوائد الحج أنه فيه لقاء الإمام. على كل حال، هؤلاء ازدحموا على بيت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولعل ذلك كان بعد الحج، لأن من تمام الحج زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، وفي الحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. فيقول: سمعنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة لا نعرفها،
يعني من خلف الباب، الإمام كان في داخل البيت، لكن كانوا يسمعون صوت الإمام لأن صوته كان مرتفعا يخرج إلى الزقاق. يقول وجدناه يتكلم بكلام لا نعرفه، لغة لا نعرفها، إلا أننا ظننا أنها اللغة السريانية، لأن كل لغة لها لهجة خاصة، وإذا الإنسان التقى ببعض أهل تلك اللغة سمع بعض كلامهم راح يعرف هذه اللهجة ولو ما راح يفهم ماذا يقولون. يعني الآن نحن مثلا إذا استمعنا إلى واحد يتكلم باللغة الفرنسية قد لا نعرف هذه اللغة، لكن من طريقة كلامه نفهم أن هذه اللغة لغة فرنسية، مثلا يكثر من كلمة جي مثلا، أو واحد استمعنا إليه يتكلم باللغة الإيطالية مثلا من طريقة كلامه أو كثرة بعض الحروف من اللهجة نعرف أن هذه اللغة لغة إيطالية، ولو أننا مثلا قد لا نعرف ولا نفهم ما يقول. زين، السريان كانوا قوم يسكنون في العراق والشام، وهؤلاء تقريبا انقرضت لغتهم إلا القليل جدا، لعله في بعض القرى في الشام أو في شمال العراق مثلا هناك قليل من يتكلم بهذه اللغة، لكن كانت هي اللغة العامة في زمان ظهور المسيح عليه الصلاة والسلام ومن قبل المسيح. كانت لغات مثل اللغة الآرامية، اللغة السريانية، هذه اللغات كانت شائعة في هذه المناطق وكان يتكلم بها الكثير من الناس. فيقول توهمنا أو ظننا أن الكلام اللي الإمام ده يتكلمه باللغة السريانية. زين، ولعل لكلام الإمام كان لحنا ولعله لحن دعاء. يقول فالإمام كان ينطلق في هذا الكلام بهذه اللغة التي ظننا أنها اللغة السريانية، ثم بكى فبكينا لبكائه. لماذا؟ لأنه الإنسان قد يتأثر عاطفيا بمنظر يراه أو كلام يسمعه ولو لا يفهم ذلك الكلام، لأن الكلام إذا خرج من قلب مفجوع يؤثر عاطفيا في الآخرين. عموما يقول فبكى وبكينا لبكائه. ثم بعد ذلك عندما انتهى الإمام أذن لنا بالدخول في الدار، فدخلنا إلى الدار، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام إنه كان يدعو بدعاء نبي الله إلياس. إلياس من أنبياء بني إسرائيل، وكان في الشام وكانت لغته السريانية، كان يدعو بدعاء باللغة السريانية. فالإمام يقول دعوت بذلك الدعاء الذي كان يدعو به إلياس، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون بأدعية الأنبياء السابقين، لأن أدعية الأنبياء السابقين هذه أدعية صادرة من أولياء الله، الأنبياء أولياء الله، تارة كانوا يدعون بنفس لغة النبي الذي كان يدعو، وأحيانا كانوا يترجمونها إلى العربية، مثلا دعاء كميل الذي يرويه كميل بن زياد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء هو بالأساس دعاء الخضر. الخضر وهو ولي من أولياء الله، لم يكن نبيا لكنه كلقمان، الله سبحانه وتعالى جعله من أوليائه. هذا كان يدعو بهذا الدعاء اللي هو دعاء كميل بلغته، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ترجم ذلك الدعاء إلى العربية وعلمه كميل بن زياد النخعي
رضوان الله تعالى عليه، ورواه كميل عن أمير المؤمنين، فاشتهر هذا الدعاء بدعاء كميل. زين، الإمام عليه الصلاة والسلام الصادق كرر دعاء إلياس النبي سلام الله عليه، يقول قرأها بالسريانية، وقراءته بالسريانية كانت قراءة فصيحة جدا، بحيث أنه السريان أنفسهم لم يكونوا يقرؤون كلامهم بهذه الفصاحة. ثم بعد ذلك فسره لنا بالعربية، بس بعدين نذكر هذا الدعاء. الشاهد أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يعرف اللغة السريانية، والدعاء الذي كان نبي الله إلياس عليه السلام يدعو بذلك الدعاء كان يعرفه، لأن الله سبحانه وتعالى رزق علم ما كان للأنبياء الماضين كما ذكرنا، علمه رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، ومنه انتقل هذا العلم إلى الأئمة واحدا بعد الآخر. وكما ذكرنا في حلقة ماضية، الله سبحانه وتعالى فضل رسوله محمدا وفضل الأئمة من بعده على سائر الناس. الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله، وكذلك من بعد الرسول اصطفى الأئمة كما قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين هم الأئمة، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأورثهم علم الكتاب. زين، هؤلاء جعلهم حجته على خلقه وفضلهم على غيرهم. أهم شيء في التفضيل الإيمان والعلم، فالله سبحانه وتعالى علم رسوله جميع العلوم بحيث لا يبقى إنسان من الأولين ومن الآخرين ومن المعاصرين للرسول يعلم شيئا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد ذلك. ليش؟ لأنه لو علم إنسان شيئا لم يعلمه الرسول لكان في تلك الجزئية أفضل منه، لأن العالم أفضل من الجاهل، وهذا يستلزم تفضيل غيره عليه ولو في مسألة أو مفردة. وكما ذكرنا دليل العقل والنقل أن تفضيل المفضول على الفاضل قبيح، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وليس من قدرة الله ببعيد أن يعلم رسوله جميع العلوم كما علم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. كل العلوم علمها الله آدما، يمكن ذلك؟ نعم. الله قادر؟ نعم. إذا أراد شيئا، أراد أن يكون مخلوق من مخلوقاته يعلم جميع العلوم، فيه غرابة؟ لا. الآن البشر تمكنوا من اختراع أجهزة، هذه الأجهزة صغيرة، هاردات، حافظات صغيرة تحتوي على ملايين الكتب، ودماغ الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه أدق من أدق هارد، وله القابلية قطع النظر عن الجانب الغيبي والإعجازي حتى من الجانب الطبيعي، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فجميع اللغات علمها الله سبحانه وتعالى رسوله ومن بعده الأئمة، جميع كتب الأنبياء الماضين وأدعيتهم وما يرتبط بهم علمها الله سبحانه وتعالى رسوله ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام. زين، هذا الحديث ذكرنا تفصيله، بس نختار مقاطع منه. يقول: ثم خرج إلينا الغلام فأذن لنا، فدخلنا عليه فقلت: أصلحك الله،
أتيناك نريد الإذن عليك فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية فتوهمنا أنه بالسريانية، يعني ظننا أنه بالسريانية من اللهجة، ثم بكيت فبكينا لبكائك. قال نعم، ذكرت إلياس النبي وكان من عباد أنبياء بني إسرائيل وإن إلياس لمن المرسلين. ثم يقول في آية أخرى سلام على إلياسين، الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وسلم عليه. فقلت كما كان يقول في سجوده، هذا الدعاء كان يقرأه في سجوده، ثم اندفع فيه بالسريانية، يعني ابتدر به في ذلك الدعاء بدأ يكرره. فلا والله ما رأينا قسا ولا جاثليقا أفصح لهجة منه به. سلسلة الرتب الدينية عند النصارى الشرقيين كما يقال البطريق وهو الشخصية الأولى، يليه الجاثليق، ثم المطران، ثم الأسقف، ثم القسيس، هكذا قيل في ترتيب هؤلاء. فأكبر شخصية دينية لهم في العراق كان جاثليقا، لأن البطريق كان في أنطاكية كما يقال، مثل الآن البابا اللي هو في الفاتيكان والكرادلة في مختلف الدول في العالم. بالنسبة إلى النصارى الكاثوليك، النصارى الشرقيين أو النصارى الشرقيون هؤلاء ترتيبهم هكذا كما ذكرنا وكما قيل. هؤلاء لغتهم كانت ذلك، وهم كانوا طيل حياتهم يمارسون تلك اللغة باعتبار كتبهم المقدسة، يعني رأيناه أفصح منهم. ثم فسره لنا بالعربية، ترجمه، فقال كان يقول في سجوده إلياس النبي أتراك معذبي وقد أضمأت لك هواجري. هذا استعطاف، يعني هل تعذبني؟ يعني يا رب أسألك ألا تعذبني، وقد أضمأت لك هواجري، يعني صمت لك. الهاجرة شدة الحر من الزوال إلى العصر، تسمى هاجرة. لماذا تسمى هاجرة؟ لأن الناس يهجرون أعمالهم ويهجرون الأزقة والشوارع ويخلدون إلى بيوتهم للنوم وطلب الراحة مثلا، لأن لا يتأذوا بالشمس ولهيبها. وقد أضمأت لك هواجري، يعني أضمأت لك نهاري الحار. هذا الإسناد إسناد مجازي، يعني أضمأت نفسي في الهاجرة في الوقت الحار، صائم نهاره يقال هكذا، النهار صائم، هذا تعبير مجازي، يعني صائم في النهار. أتراك معذبي وقد أضمأت لك هواجري، أتراك معذبي وقد عفرت لك في التراب وجهي، يعني سجدت لك. تعفير يعني التمريغ، شرف الإنسان وكبرياؤه في وجهه، فإذا عفر جبينه ووجهه بالتراب هذا غاية التذلل والخضوع. صمت لك وصليت لك سجدت لك. أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصي، يعني ذاك كان في الطاعات الصيام والسجود، هذه في المعاصي، تركت معاصيك. لماذا تركتها؟ لأجلك. يعني الإنسان المؤمن قد تكون المعصية تطابق هواه، تطابق شهوته، كثير من الناس قد يرتكبونها، قد لا تكون عيبا عند الناس في بعض المجتمعات. مثلا افرض واحد يعيش في مجتمع كافر ملحد، هؤلاء يشربون الخمر مثلا، هذا الإنسان المؤمن المتدين يترك شرب الخمر. لماذا؟ لأجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله نهى عنه.
اجتنبت المعاصي لأجلك. يعني تارة الإنسان يجتنب معصية خوفا من القانون، القتل معصية كبيرة زين لا يقتل، لماذا؟ لأنه يدري إذا قتل راح البوليس يأتي ويعتقله ثم يودع في السجن ولعله يعدم، خوفا من القانون لا يرتكب هذه المعصية. أحيانا خوفا من المجتمع، له وجاهة، له ماء وجه، إذا ارتكب معصية يسقط من أعين الناس، لا خوفا من الله، خوفا من المجتمع. هذه مرحلة، مرحلة لا يترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى، لا خوفا من مجتمع ولا من دولة ولا من بوليس، لأن الله نهى يترك، وخاصة في الخلوات لا يوجد رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، زين هذا يطيع الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي، منك طاعة، من هنا ترك معصية. أتراك معذبي وقد أسهرت لك ليلي، أسهرت لك، يعني مرة واحد سهران في الليل على معصية الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، واحد سهران بالبطالة يشوف مثلا برنامج في التلفزيون، نفرض أن برنامج حلال مثلا، تارة واحد يسهر ليله لأجل الله سبحانه وتعالى في الصلاة أو يطالع المسائل الدينية، يتعلم الأحكام الشرعية، يصرف وقته في طاعة الله في الليالي مثلا، وقد أسهرت لك ليلي، زين هذا استعطاف، عملت بأوامرك، صمت في شدة الحر، قمت الليل، تركت معاصيك، فهل تعذبني يا رب؟ يعني أسألك ألا تعذبني، ألا تعذبني. قال فأوحى الله عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني غير معذبك. خلاص الله سبحانه وتعالى قال أنا لا أعذبك. فقال إن قلت لا أعذبك ثم عذبتني ماذا؟ الله سبحانه وتعالى وعده بشرط، الله يعد المؤمن الجنة بشرط استمرار على الإيمان. إذا أنت صليت الله قد وعدك بالثواب، لكن بشرط أن لا تحبط ثواب صلاتك بمعصية. الله سبحانه وتعالى وعد، لكن وعد بشرط. لذا إذا واحد طول حياته مؤمن يرتكب الطاعات، يترك المعاصي، لكن قبل موته ارتد، الارتداد يحبط العمل، خلص وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حبطت أعمالهم. زين الله صحيح وعد أن أنت إذا صليت تحصل ثواب، لكن مشروط بأن تموت مسلم مؤمن، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى وعد الثواب على العمل الصالح بشرط عدم إبطاله بمعصية، لأن المعصية تحبط الطاعة أحيانا، فأنت ضامن على أنك مغفور لك، ضامن على أنك من أهل الجنة حتى إذا أنت مؤمن وقد عملت الصالحات، والله قد وعد لكن وعد بشرط. زين فإلياس على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام قال لله أنت وعدتني، والله لا يخلف الميعاد، لكن هذا الوعد مشروط، أنا عندي ضمان بأن الشرط يتحقق مني؟ ما عندي ضمان. لذا المؤمن في الأحاديث يكون بين الخوف والرجاء. أنت الآن مؤمن تطيع الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وترك معاصيه، تضمن الجنة؟ لا.
المؤمن الحق بين الخوف والرجاء. ما عدنا ناس كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، ما عدنا ناس بلغوا القمة ثم سقطوا إلى الحضيض. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا بلعم بن باعورة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. عدنا ضمان؟ ما عدنا ضمان. لذا المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، لا يغتر بطاعته وترك معصيته، وإنما يراقب نفسه دائما، لأن الشيطان والنفس والهوى هذه دائما تحاول أن تخدع الإنسان. ولذا الإنسان لازم دائما يكون مراقبا لنفسه، مثل سائق يسوق في طريق وعرة، طريق جبلية، هذا لازم عينه تكون على الجادة على الطريق. لحظة واحدة غمض عينه، جاءت غفوة وإذا السيارة سقطت في الوادي. فلذا الإنسان لازم دائما يكون مواظبا لنفسه لئلا يغره الشيطان. زين، أنت الآن وعدتني بأن تغفر لي، لكن وعدك بشرط. أنا من أين أضمن أني أفي بالشرط؟ فقال: إن قلت لا أعذبك ثم عذبتني ماذا؟ يعني ثم عذبتني مو من باب خلف الوعد، لا، وإنما من باب أني لم أفي بالشرط. ألست عبدك وأنت ربي؟ أنت الرب وأنا العبد. زين، العبد قد يخطئ فالشرط لا يتحقق. قال: فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك فإني غير معذبك. هذا وعد من غير شرط، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الإنسان يفي بالشرط، لأن الله اصطفاه معصوم نبي، هذا يفي بالشرط، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إني غير معذبك بشكل مطلق لأنك تفي بالشرط، فيخبرك الله سبحانه وتعالى بذلك. إني إذا وعدت وعدا وفيت به، الله إذا وعد وعدا مطلقا يفي بذلك الوعد من دون شرط، وإذا وعد وعدا مشروطا إذا تحقق الشرط الله سبحانه وتعالى يفي، لأن وعده كان مشروطا. الشاهد في هذا الحديث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يعرف اللغة السريانية ويعرف دعاء إلياس عليه الصلاة والسلام، ويعرف معنى ذلك وترجم ذلك لأصحابه بعلم أعطاه الله سبحانه وتعالى عن طريق جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك أحاديث كثيرة حول علم الأئمة نتركها إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.